تستضيف العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الأربعاء والخميس اجتماعين منفصلين لمناقشة مستجدات الأوضاع في السودان على مدار يومين. ويعقد الاجتماع الأول اليوم الأربعاء للهيئة الحكومية للتنمية شرق أفريقيا إجياد والشركاء الإقليميين لدعم السودانيين بهدف العمل من أجل استعادة الاستقرار بالاستمرار، وفق المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية نبيات جيتاتشيو. فيما يعقد المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة اجتماعا غدا الخميس بمقر الاتحاد الأفريقي لبحث الوضع والتطورات في السودان. ويقود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فيما أشارت أنباء صحفية إلى وصول المبعوث الأثيوبي محمود دير إلى الخرطوم غدا الخميس.